كنتوا أول مصنع يعني اللي أبرمتوا عقود تصدير نحو إفريقيا ونحو أوروبا قبل ما يبدأ الإنتاج. المصنع اللي بدأ بها بلي الحمد لله ونارو بري وين كان الحال احنا ما حبسناش احنا قعدنا دائما بالعمال تاعنا عندنا قعدنا دائما بلي فورماسيون عندنا انا جامي كلوتوري لاكتيفيتي تاعنا والله حبسناها العوده ما نقولوش عوده مادام رانا كنا دائما كاينين ما نقولوش عوده نقولوا بلي دائما كنا رانا في الانتاج والحمد لله وحنا عندنا ثقه بلي الانسان كيكون عنده ان اوبجيكتيف وعنده مبدا وصادق في المبدا نتاعو انا شو يصير باللي الانسان يوصل يقول الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه يقول لك الانسان لو كان يداوم على العزيمه فيما معناه يقول لك باللي لا ادرك ما وراء النجوم اذا سكي نو مونك نو سي لا فولونتي لازم لا فولونتي الاراده ولازم ما نفشلوش لازم نبقاو دائما كما قلت لكم قبيل نتمثلوا بحرب التحرير ونبقاو دائما مثابرين وكاين كل جهاد في الميدان تاعو هذا هو الجهاد دونك لازمنا ان شاء الله نمشيو حتى نوصلوا بالميدان تاعنا هذا في بلادنا لوين نقولوا اون يالابري رانا وصلنا اللي رانا مخبيين تحت الظل الحمد لله نقدروا من بعد نديروا جورنال ونقراوا جورنال احنا ليكستونسيون رانا قلنا لكم عليها في لينوغوراسيون وبيان سور ريزين راه واجد نتاع 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 ليكستونسيون تاعنا بصح دوك اون بارل ديكستونسيون دو ليكستونسيون On ne parle pas de l'extension, la première extension. On parle d'extension, de l'extension. C'est-à-dire, on a un coup de jour pour aller vers le mieux. Pour aller vers le mieux, سيارة نقول صنع جزائري راح نمشي إن شاء الله أن لو كان نصيبوا الحديد اللي نديروا به الفيكل اللي هنا يولي الحديد تاع الفيكل يتخدم 100% الجيري اون سخا با بوزوان دامبورتي لا نتاعو ولا الكابو نتاعو ولا لو بارشوك بيان سور اللي اون ماتيير بلاستيك Donc actuellement, on a plusieurs sociétés qui sont d'accord pour la fabrication. Le prix du véhicule, on a rajouté quelques options, bien sûr, pour satisfaire les clients تاعنا, parce que le premier arrivage, j'ai les véhicules, les firmes, toutes options sauf les jantes. Donc c'est un véhicule en tout top, sauf les jantes. Zedna lou le climat digital, le climatronique qui est à l'intérieur. Zedna lou l'autoradio avec un écran digital. Zedna lou les feux à l'aide de l'extérieur. Et bien sûr, je ne peux pas vous citer toutes les options, sinon on va prendre des heures et des heures pour citer les options qu'on a rajoutées de plus pour satisfaire la clientèle. Cette voiture, les X25, on a 4 noirs qui sont maintenant en pleine production. On a les X25, les deux modèles, AT et MT. On a la D20, bien sûr, en toute option. On a le pick-up en deux versions, cinq modèles plutôt. On a en version 4.2 et en version 4.4. Et bien sûr, on est en train de faire de l'homologation de pick-up en vitesse automatique. Pick-up en 4.4 en vitesse automatique. Et bien sûr, c'est vrai que c'est un chef, mashallah. هذه الماركه هذه ولا لقيتها كومبارازار ماشي قال زعما كنت نحوس عليها صح كي رحت للمارك بايك لقيت لو بري لاباس به شباب الى اكسيسيبل بور لو بيبليك الجيريان متوسط بيان سور ونتمنى هذه الماركه هذه تنجح بزاف سورتو بور لا بيس دو روشونج اللي راهي ديسپونيبل وسيرفيس ميتنونس ما شاء الله ونتمنى ثاني ما طيحش هذه الماركه هذه باسكو على بالك اون الجيري طاحوا بزاف لي مارك كوم تويوتا الجيري اللي كانت نيميرو 1 في لي زاني ديبي 2000 حتى لا فان 2010 و لي زوتر مارك معروفين كوم مرسيدس ميتسوبيشي نيسان مالوريزمون ما بقاوش ولكن هادي نتمنى هاد لا مارك هادي
اون طون كو البري تاع راهو لاباس به ويبقى هو هو وان شاء الله يكون مبادره وتكون واش نقول لك محد لابي محد لوطوموبيل تخدم هنا نتمنى لا بيس دو روشونس تانيك تزيد تخدم هنايا و لو بيبليك الجزائري يكون ساتيسفي ويكون يقدر يشريها بكل حريه.